ونهار حد في رمضان مهم جدا معناتها. اما زاد نحب نسمعها بيان سور ما نعرفش ممكن ولا لا ممكن نحب يعطيونا فونغو لنا نحن وللجمهور باش نجي نجري انا وسي مقتل العرض يا جماعه العشرة العشرة نتاع الليل بعد ليميسيون نمشي نبقى نخلط عليهم في الكوليس نصف الليل قد يقعد العرض ساعه ونص فوالا في الكوليس دونك في الكوليس تعمل لنا عرض اخر وحدنا كان عجبنا لافونغو يلا خلينا نسمع فونغو الوليد طير الجاب على البزل الشهب غوث المصاب علي سكن بغداد طير الجاب على البزل الشهب غوث المصاب علي سكن بغداد بين نوبة باطل المشالي على ظهر مدبوبة بالحزن لا تكسى عليك الجوبة جميع الخلايق تحت ذل الركابة علي سكن بغداد عاري عاني يا ناس يا ناس والله عاري اللي امتحت ومخذاش بطاري قداش قداش في مدحوم ضمت اشعاري لا يبيجينا ولا يهز جواب علي سكن بغداد الله 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 فريمون برافو 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 هذيك الصحة جنب يحب يضرب الكترونيك ما بقى حتى شيء صحيح تلفت يمين تلفت يسار جبد تليفونه وهنا حل واحد شيء ما قام يعمل ما صفق نصفق معاها ما شوية يغني غني لنا شوية كمان يغني نغني برشا ما يسالش شوية عادلين عادلين واش اختصاص تحب ولا ما تحب غدوة 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 في العرض غدوة في العرض في العرض دونك لي فريمون تبارك الله على صوتك عايشك تبارك الله سليم شقا اي محترمين لازم محترمين معناتها متخرجين من يعني لا باز اي معناتها دائما تقعد انا اللي 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 اللي, اللي معناتها نحب يقعد في المخ هو الاختيار الاشياء اللي غير متعوده جوستومون حاجه جديده فهمت ايش نقصد هذايا هو اللي باش يقعد من بعد خاطر توا كان غنى يا فارس بغداد رانا بنعملوا هكا في شيخين واحد لكن الانتباه يجي دائما في اشياء جديده ومتجدده بمقترحات جديده هو نفس الشخص ما نعرف اللي غنى هذا باغ كونتخ ما ماهيش من نفس هذاك هذا ايش نقصد معناتها وشطر العباد ما يعرفوهاش جوستومون بالدرجه هذه تزيد تحطها في الكادر الجديد الالكتروني يعني كادر يولي حاجه توا شنو يقول لك يقول لك ما نحبش نكون باهي نحب نكون مختلف ماذا هذه لا توندونس توا اللي خارجه ما نحبش نكون احسن واحد وجميل وشو محميري وشعري لا لا نحب نكون مختلف فقط نجم نكون باهين ومختلفين زيد يا حبه البهاوه نسبيه هذيك علاش اختلاف هو انا نلقى روحي غادي نمشي غادي معناها هذا هو ما نحسش روحي في حاجات اخرى نجم نعمل برشا حاجات اخرين نجم اما يمكن هذايا اللي الحاجه اللي لقيت فيها روحي معناها هو باهي وفكره وفكره وفيها انا نتصور فما كسار بحث على حتى على كي انا دائما فيها ديما على حبل جويد الروحي انا اكثر مني عصامي تكوين انا تعلمت القدريه من اللي صغير معناها مع الشيخ محمد زيتوني المرحوم اللي عامل لي ذروه المعالي أنا هو اللي معنا الموسيقى هو اللي نعرفه اللي هو اللي صب هنا الموسيقى ما قرناش هو صب لنا الموسيقى معناها من قفصه مال انت من قفصه انا من قفصه فهمت مش في مخي سوسه لا قال قفصه قال قفصه وحكينا على الجنوب التونسي لا لا عندي متخرج ها فوالا انا هو متخرج من المعهد موسيقى سوسه انا عصام ما قريتش موسيقى اما ماني قلت لك الصوفيه قفصه ونفطه عندك اشياء برا هذاك عندهم قصايد ريش على الاخر معناها قصايد تيري جابر غني لنا شويه ضربت معاك به يلا خنت مت خرت هو المخرج مش لازم إذا ذاق حالي اشتكيت لخالقي
وقلت يا مولاي نام النصير أيدركني ظيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري عار على راعي الحمى وهو قادر إذا ضاع في البيداع عقال بعيري يا ذروة المعالي يا أبا الخير باب النجاح والفلاح الكامل المكمل يا مجلي الضير أراك عدتي والسلاح شمس الأفلاك في البطاح إياك أعني يا جار مش الكنوز أمرا مهمل أهوى من الهوى غبارا بعض الجمال مني قاتل إذا ذكرت حسني ديار تحقيق في الحقيقة نهبل أنا عبيد تحت النار ملوعا عتبات براعي للباس بلبل الأفراح يا ذروة المعالي يا أبا الخير باب النجاح والفلاح الكامل المكمل يا مجلي الضير أراك عدتي والسلاح شمس الأفلاك للبطاح لديكم الصحة الله يرحم بنت الضاوي ريمون برافو الحقيقة والله مش خاطر بحذية ولا خاطرني معناتها في لونتين توا بالحق جانفي باش غدوة نحضر العرض جيماجين عرض شهيتونا باش نحضر العرض على غالب نخدمو مالوغوزمون طبعا نشوف كيلكو فيديو باش يهبطو سليم ما يخدمش باغ كونتخ ينجم ميوزيك كان ما جاش نجم نتغشوا عليه دونك هذايا افون قوم اللي تسمي ويسالني انا كان ندخل غاديك على اسعد وعماد ما تخليه سكر على الجيران مازال حاشنا بيك مازالوا 10 ايام غادي 10 ايام اكثر 15 يوم سليم حاشنا بيك دونك Donc, à l'avant goum, les sanafis comme Rodoua Fidel, Sébastien, Almadar, vraiment c'est très très intéressant. Et Manel comme Tafik, Nawashouna Loulaid, Rodoua, l'Acheram Tali. Acheram Tali. Voilà, donc ça d'a l'abbé de Col. Rodoua. En plus. Aïe, Majini, où ils ont la réservation, belle page Facebook. Belle, t'as trop le temps, mais la réservation. Réservation page Facebook. Quel est l'autre qui fait pour le monde de Facebook Najoun, on a la page. Donc, l'abbé de Col, Rodoua, je tourne le drama, je crois que t'as planté une tosse, Rodoua, Col Galtin. يا عايش كيف ظلكم دونك شريف احمد محمد امين خالدي برافو وبون وبون بون شانس وبون بون كوراج غدوه العرض غدوه مدار في دار سيباستيان مكملين معكم في ليله رمضان حتى